حمد لله ما دام الوجود له حمدا يبلغنا منه الرضا أبدا. ثم الصلاة على المختار سيدنا وآله الكرماء وصحبه الزهداء. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا وانثر علينا من الستر الجميل ردا. وافتح لنا منك فتحا غير منقطع واجعل لنا فرجا وابعث لنا مددا. وسهل الصعب من خير الأمور وكن لنا معينا على الطاعات مستندا. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس